تجد العجب العجاب في الأمور التعبدية في هذا الحج، منها الوقوف بعرفة. فالحج عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأنه ركن لا يمكن تأخيره ولا تقديمه. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. يعني الطواف ممكن يتأخر، كما لو امرأة حاضت فإنها لا تطوف حتى تطهر، صح؟ السعي كذلك، الرمي من واجبات الحج، لكن الوقوف بعرفة ركن، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج حتى لو لعذر. لو تعذر الأمر فما بلغ عرفة، حتى غربت أو حتى طلعت شمس يوم النحر فاته الحج. الحج عرفة. لماذا الوقوف في هذا المكان بالذات تعبدي؟ لماذا يبدأ الوقوف من زوال الشمس حتى غروبها تعبدي؟ لماذا من أدرك ساعة من الليل أو من النهار فقد أدرك الحج؟ الأمر تعبدي. ثم الطواف بالبيت، وليطوف بالبيت العتيق. الطواف بالبيت أمر تعبدي. كم بيت لله عز وجل في الأرض؟ كل المساجد بيوت الله، وفي الحديث من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. لكن البيت الحرام، المسجد الحرام، جعل الله عز وجل قياما للناس، جعل هذا البيت بالذات منذ قرون يقصده الناس ويأمونه من كل فج عميق. لماذا هذا البيت بالذات وفي هذا الموسم بالذات؟ ولماذا يطاف به سبعا؟ ولماذا يلبس الإحرام؟ ولماذا تحرم عليه أمور من محظورات الإحرام؟ لماذا يطوف البيت سبعا؟ ما يطوف أكثر ولا أقل؟ الأمر تعبدي. ثم يسعى بين الصفا والمروة. الأرض ممتلئة بالجبال صغار وكبار، أكبر وأصغر وأجمل وأعلى من الصفا والمروة، غير أن الله تعبد عباده أن لا يسعوا إلا بين الصفا والمروة. قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن كان بعض الصحابة تحرج أن يطوف بهما لأن كان فيها أصنام، فظنوا أن بعد ما جاء الحق وزهق الباطل ووزيت الأصنام ألا يشرع السعي بين الصفا والمروة. فقال الله عز وجل فمن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا توجد عبادة في الدنيا على وجه الأرض طواف إلا بهذا البيت، ولا توجد عبادة في الدنيا سعي بين غرضين إلا بين الصفا والمروة.